السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ايمان الانصاري. النهاردة ان شاء الله يا بنات هكلمكم على اللي جاتلي علشان الجواز بتاعي من اخواتي. يا ريت لو انت لسه جديدة في القناة ما تنسيش اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس، وما تنسيش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد، وتابعي معايا الفيديو ده عشان في الفيديو ده هقدم لكم نصايح حلوة هتعجبكم جدا. يلا بينا نبتدي. طبعا يا حبايب قلبي، اول حاجه هبداها معاكم الهديه اللي جات لي قريب جدا. يعني في هديه كده جات لي بعد ما انا اتجوزت من اخويا ومراته كده، انا هوريها لكم دلوقتي. جالي البرفيوم ده، تحفه يا بنات، ريحته تجنن والله رهيب. حتى شكل الباكج بتاعته شيك جدا وحلو قوي الصراحه، وانا والله بشكرهم بجد لان عجبني قوي البرفيوم ده وعجبني شكله كمان. هوريكم شكل الباكج، بصوا عامله ازاي يا بنات، بجد تحفه وكيوت قوي. يا رب يكون واضح زي ما انتم شايفين يا بنات. بصوا يا بنات شكلها شيك وبتبقى بالمنظر ده، وشكل الكوفر بتاعها تحفه، حتها جميله جدا. تعالوا بقى نشوف الحاجه اللي بعد كده. جابوا لجوزي مصليه شكلها حلو قوي كده، انا عايزه بس اوريكم شكلها. بصوا جابت له مصليه شكلها حلو قوي، لذيذه عجبتني، خامتها حلوه قوي يا بنات. لي الصابونه اللي هي بتاعت هيمالايا دي، بتاعت ترطيب وتفتيح للجسم والوجه، يعني بتنفع مع الاثنين. ده بيكون شكلها من جوه، انا طبعا ما جربتهاش، اول ما اجربها ان شاء الله هعمل لكم ريفيو كامل عنها، بس انا حابه اشكرهم بجد على الهدايا الحلوه دي. فتعالوا بقى نشوف الحاجه اللي بعد كده يا حبايبي. عن الهدايا برضو اللي جات لي قبل الفرح بتاعي من اخويا برضو، في بقى اللي هو البرفيوم ده يا بنات. البرفيوم ده تحفه يا بنات، اسمه لينك، ده صناعه فرنسيه، ريحته حلوه قوي وثابته جدا يا بنات، ما شاء الله تحفه بجد. يعني ممكن يقعد يومين ثلاثة أربعة على الهدوم، ريحته ما بتتأثرش ولا بيأكسد مع الجسم، بجد تحفة يا بنات، وثابت ثابت وريحته تحفة قوي بجد يعني. وعجبتني قوي الهدايا دي وبشكرهم بجد والله اخواتي على الهدايا الحلوة اللي هم جابوها لي دي. فيلا بقى نشوف الحاجة اللي بعد كده يا بنات، وتابعوا معايا لآخر الفيديو علشان في نصايح هتعجبكم قوي برضه هقولكوا عليها تاخدوا بالكم منها. أي عروسة بتجهز أو أي بنت كده داخلة على جواز وهي بتجهز وكده تبقى تاخد بالها منها. طبعا يا حبايبي وجالي البرفيوم ده برضو، ده برضو فرنسي، هحاول ابين لكم الاسم بتاعه. فرنسي يا بنات، انا عايزه بقى اقول لكم ان البرفيوم ده مقرب جدا من ريحه سي، مقرب قوي قوي يعني من نفس الريحه بتاعت سي من حلاوته. بصوا انا مخلصه نص العبوه اصلا، وشكله حلو قوي كمان، وريحته ثابته جدا فوق ما تتخيلوا يا بنات، وفواح قوي. العطور دي ما ينفعش طبعا تطلعوا بيها بره خالص لان هي شديده وقويه وما تنفعش خالص مع بره. وطبعا برضو جالي برضو البرفيوم ده برضو فرنسي، برضو هبين لكم الاسم بتاعه يا رب يبقى واضح قوي يا بنات. ده الاسم بتاعه برضو. البرفيوم ده تحفه قوي وريحته مديه شويه على ريحان، بس ريحته جميله قوي وهاديه، وبرضو تحسوها لطيفة يعني ثابتة برضو وهادية، وكمان ريحتها لذيذة ومدية شوية على ريحة الريحان. بقولي البادي ميست ده من باسنت بادي ووركس، ده وورم فانيلا شوجر، ده بريحة الفانيلا بس شجري شوية. الميست ده يا بنات هو شمر شوية بجد يا بنات. عايزة اقول لكم ان البادي ميست ده حبيته، حبيته بطريقة حلوة جدا، ثابت قوي وريحته تحفة يا بنات على الجسم، وبيدي لمعة حلوة قوي. بصي كل العرايس هتحبها، وبالاخص كمان البادي ميست ده اللي هو من باسند بادي ووركس، موجود في المولات اللي موجوده هنا في مصر، ليهم فروع في مول سيتي ستارز ومول العرب ومول مصر، وطبعا نازل تخفيضات خدوا بالكم على سو.com وجوميا. انتوا الحاجات دي هتلاقوها هنا يا بنات موجوده في مصر. اللي جابوا لي البادي ميست ده من فيكتوريا سيكريت، ده اللي هو البينك، اسمه فيستيفال كراش. ريحته بجد حلوه يا بنات وثابته. طبعا يا حبايبي البادي ميست ده هتلاقوه برده متوفر في فروع فيكتوريا سيكريت في المولات الكبيره، هتلاقوا برده منه كتير ان شاء الله. وقولي البادي ميست ده من باسند بادي ووركس، ده اللي هو روز ووتر، ده ميه الورد، بجد تحفه يا بنات وحبيته قوي قوي قوي. وحبيت كمان اللي هو الماجيك ده برضو من نفس البراند،
البادي ميست ده يا بنات انا شفت اصدارات تانية زيه نزل عليها تخفيضات وعروض، ودوروا ممكن تلاقوا ان شاء الله الاصدارات دي، ولو رحتوا الفروع نفسها اللي في المولات هتلاقوا نفس البادي ميست ونفس الروائح. انا بنصح اي عروسة عايزة تجيب بادي ميست محترم تجيب من ماركة باث اند بادي ووركس، بيقعد فترة كبيرة جدا على الجسم، ريحته تحفة ما بيأكسدش، وفي نفس الوقت بيبقى ثابت معاكي ان انت تستنضفي تجيبي بادي ميست بحاجات كويسه باسعار غاليه، هيقعد معاكي فتره. وخدوا بالكم يا بنات انا بستخدم فيهم بقالي شهرين، زي ما انتوا شايفين العلب مليانه يعني، وبحط يوميا. نيجي بقى يا بنات لاخر بادي ميست موجود معايا اللي هو برده من باس اند بادي ووركس، ده بريحه الابل والهاني يعني بريحه التفاح والعسل. ده بقى يا بنات مش عايزه اقول لكم ده خطف لي قلبي بجد، ريحته فظيعه يا بنات بجد، يعني حاجه تهبل، حلوه قوي كمان للعرايس بجد تحفه، والريحه بجد يا بنات يعني بتشميها من اخر البيت، يعني رشتيه بتشميه من اخر البيت، وثابت ثابت ثابت يعني بجد تحفه يا بنات، وعجبني قوي، وشكل كمان الباكج شيك وشكلها حلو، وانا بحب اللون الاحمر يعني في الباكج بتاعت البرفيوم عموما او البادي ميست او كده. طبعا البادي لوشن ده من باث اند بادي ووركس برضو اللي هو اسمه ذا ستارز. البادي لوشن ده يا بنات بجد اقسم بالله يجنن، مجرد ما بتحطي البادي لوشن ده على جسمك بجد تحفه يا بنات، ريحته رهيبه ثابت قوي، ريحته فواحه حلوه قوي للعرايس بجد بجد يا بنات تحفه. وكمان لو انت حطيتي فوق منه اي بادي ماست انت حباه بجد الريحه بتظبط اكتر، وبتبقي ماشيه كانك يعني فواحه في البيت، حاجه كده فواحه ماشيه في البيت ريحتها حلوه قوي. وطبعا يا بنات البادي لوشن ده بيتميز برضو بحاجات كويسه، انه في شيا باتر، في زبده الشيا، وفي فيتامين اي، وعشان ده تحفه قوي وكميته حلوه قوي، بتقعد معاكي النقطه منه الصغيره بتعمل معاكي يعني بتعمل معاكي جزء كبير جدا من الجسم، وكمان حلوة قوي. طبعا يا بنات الحاجات دي كلها اوريجينال يعني، دي مش الكوبي خالص، الحاجات دي جاية لي من اخواتي من برا يعني من السعودية وكده، فانتوا الحاجات دي ان شاء الله هتلاقوها هنا في مصر في الفروع بتاع باث اند بادي ووركس. ومين برفان كده عجبوني قوي برضو، كانوا جايين لي هدية من اهل جوزي وكده، الصراحة الاتنين دول عجبوني قوي، ريحتهم هادية وثابتة، فانا دلوقتي هقول لكم كل حاجة بتخصهم. البرفيوم ده اسمه نايس، والبرفيوم ده يا بنات امارات بجد ريحته حلوه قوي ولذيذ قوي الصراحه بنات، وثابت وهادي قوي الصراحه، يعني هادي قوي كده على حاسه الشم، فجميل برضو. وده برضو البرفيوم ده ولانسي من دورل كوليكشن، بجد بنات ريحته حلوه برضو هاديه، وشكل الباكج شيك وعجبني قوي برضو. دلوقتي هنتكلم ان شاء الله على النصايح اللي انا قلت ان شاء الله هقولها لكم في اخر الفيديو. طبعا يا بنات انا محبتش اتسرع في موضوع ان انا اشتري بيرفيومز او اشتري بادي ميست ليا في جوازي قبل الجواز يعني وكده، لان اخواتي قالوا لي ان هم هيجيبوا لي معاهم وان انا ما اجيبش وكده عشان ما يبقاش كتير عندي، وفي حاجات تنتهي صلاحيه منها، وفي حاجات برضو هتفضل عندي كتيره يعني هتبقى كتيره بير. فانا استنيت ما رضيتش اجيب اي بيرفيوم خالص، فقلت استنى لما هم قالوا لي ان هم هيجيبوا لي معاهم وكده، فقلت خلاص انا هكتفي باللي هم هيجيبوه. وصراحه بنات انا طلع عندي كميه كويسه جدا من الهدايا اللي جات لي، وخلاص يعني انا كده مش محتاجه اي برفيوم تانية يعني. افتكروا طبعا يا بنات انا كنت كلمتكم برضو عن البرفيوم ده من تندر اللي هو جالي برضو من اهل جوزي وكده، فعشان كده بنات انا بقول لكم اي عروسه بتجهز يا ريت تستني تشوفي لو انت ليكي اخوات مسافرين بره او كده او هيجيبولك، تستني ما تجيبيش ما تشتريش خالص، تستني لما هم يجيبوا، ولو حبيتي ولقيتي حاجه ناقصه خلاص كمليها انت. انا من وجهه نظري لما لقيت خلاص ان في هدايا جايه لي من الطرف ده ومن الطرف ده استنيت خلاص، اللي هو كده خلاص انا اكتفيت وعندي البرفيوم دي زي ما هي يعني انا بستخدم منها يوميا، تصدقوني هي لسه زي ما هي، وكمان بتاخد معاكي فترة على ما تخلص. فدي النصيحة بتاعتي يا بنات ان هو تستني، او لو ليكي حد برة اخواتك قرايبك اي حد وهيجيبولك هدايا وهم جايين خلاص تستني وتشوفي الـ 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 الهدايا دي هتبقى هي مناسبة لك، يعني هي خلاص كفاية مش هجيب تاني، ولا سواء كنت هكمل عليهم لو هي مثلا اعدادها قليلة ولا حاجة انت تكملي مفيش اي مشكلة. تمام يا حبايب قلبي، جيت لنهايه الفيديو، يا ريت لو انت لسه جديده في القناه ما تنسيش اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس، وما تنسيش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد، وتابعوا معايا ان شاء الله باقي الفيديوهات الجايه، واشوفكم على خير، باي باي.